معانا الاستاذ مصطفى من المنوفيه. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم الدكتور عمرو ربنا يبارك فيك. الله يرضى عنكم يا سيدي. بالنسبه للعلاقات الزوجيه، يعني انا بسمع دايما رايك جميل جدا وممتاز، ولكن ليا ملحوظه معلش صغيره. يلا اتفضل. اتفضل. ده انا بقالي اسبوعين ثلاثه عايز اتصل بحضرتك واقول لك. والله على راسي. اتفضل. الله يكرمك. مساله يعني الخلافات الزوجيه اللي بنسمعها دايما، ما حضرتك يا ريت تشد من حديد على ام الزوجه، لان ثلاث ارباع او 90% من مشاكل الحياه الزوجيه بتبقى ام الزوجه ديت، ممكن تبقى يعني متواطئه، هنقول مثلا متواطئه بتيجي في صف بنتها كلام من الحاجات. حلو قوي متواطئه، يعني عارف انت حضرتك يعني ايه، في مؤامره كده تحس ان هي فيها مؤامره. يعني مش هنقول مؤامره، ربنا يصلح حال الام والبنت. لكن انا بتكلم في مسائل، في معظم الاحوال المشابهه او اللي بالواحد كلام حضرتك صحيح على فكره، او اللي بسمعها من عند حضرتك في البرنامج على فكره. تدخل الاهل بشكل غير ايجابي، اللي هو تدخل اسره المنشا، هي كانت المنبئ الثالث والمسبب الثالث من مسببات الطلاق، عدم الرشد. الله يكرمك. في التدخل ده كان المسبب الثالث من مسببات الطلاق، لكن المسألة اختلفت دلوقتي، لكن ما يعنيش ان تدخل الأهل خرج من انه بيتسبب في الطلاق أبدا، ما زال حتى الآن ان تدخل الأهل أحد أسباب، احد مسببات الطلاق. وانا مش عارف اذا كان الحلقه اللي جايه او اللي بعدها هنتكلم عن ده، فانت لو حضرتك بتقول لي ان احنا هنتكلم عن ده. انا متابع لحضرتك وبسمع معظم الاسئله، معظم. طيب يعني ده طلب من حضرتك ان احنا نتكلم عن. انا بسمع يعني جميل قوي الاسئله اللي بتيجي وحضرتك ورايك، ما شاء الله ربنا يسدد خطاك ويلهمك الرشد يعني في الاجابه. طب خلينا نقول كده حاجه، يعني بالظبط كده، ما ينفعش ان انت تسالنا وما نقولش حاجه للاهل. انا عاوز اقول حاجه بسيطه خالص. ما ينفعش ان الاهل يفضلوا بيربوا اولادهم ويقولوا ما حدش بيحب ان حد يبقى احسن منه غير اولاده. وبعدين يسمموا حياه اولادهم. ده بالعكس، المسألة احنا عندنا مسألة أساسية، ان احنا كده ما بنحلقش الحلقة اللي هتيجي يعني، لكن ما ينفعش أبدا أبدا الأهل ما يقوموش بمساعدة الأولاد عشان يقطعوا الحبل السري اللي بينهم وبين أهلهم. لازم يتقطع الحبل السري، عشان ده مولود جديد لو فضل مربوط بيهم حياته بتتسمم. فاحنا لازم نتقن ان احنا لما الأولاد يتجوزوا ان الأولاد اتقطع حبلهم الأسري. حبلهم الأسر يعني ايه؟ يعني هم بقوا حياة جديدة. ما ينفعش أخلي بنت تتحمل حياة جديدة، وما تنفعش بنت تتحمل قوله صلى الله عليه وسلم اللي بيوقفها أمام مسؤوليتها، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وأتخيل إن البنت مسلوبة الإرادة، وكل الأشياء هي في الحقيقة هي صورة وصدى لكل أفكار أمها. ده مش صح، وده مش دين على فكرة. وفي قاعدة مهمة جدا جدا جدا، إن بر الوالدين فيما يخصهم لا فيما يخصني ويخص أسرتي. يعني لو أم بتقول لي اعملي الحاجة دي والحاجة دي مضرة وتفسد العلاقة بيني وبين زوجتي، أهزلها دماغها ومش هعمل غير الخير، ومش هعمل غير الشيء اللي يصلح زوجتي، يصلح العلاقة بيني وزوجتي. ليه؟ لأن الشرع ربنا اللي أمرني كده. لكن ما ينفعش أبدا ان انا اخلط ما بين الاوراق واقول كده، واقول انا ما ينفعش عشان بر الوالدين. لا، بر الوالدين ان انت لما هي تكون مريضه تكوني حريصه عليها، لما تكون محتاجه اموال وانت عندك فضل مال تديها. هو ده بر الوالدين. بر الوالدين ان انت تساعديها، لكن مش بر الوالدين ان انت تخربي على نفسك ابدا. ده ملوش علاقه ببر الوالدين. ماشي يا سيد مصطفى. والله اراني اقول ان المفروض ان الام المفروض هي في الحاله دي تبر بنتها، يعني وتحسن تربيتها. خلينا نتكلم بالتفصيل عن ده، لكن اظن الكلام اللي احنا يعني قلناه ده كلام مهم. انا عندي سؤال تاني معلش، سريع بسيط. نقطه بسيطه قوي. انا عندي مركز صيانه اجهزه الكترونيه. طيب. وتكدس عندي الخرده والاجهزه اللي اصحابها بيسيبوها بالسنين. ومره من المرات او مرتين ثلاثه جايز مثلا بلم الحاجات ديت وابيعها واتصدق بثمنها اللي اصحابها ما بيسالوش عليها والمسائل دي. ف
فيا ريت، انا مش عارف، انا سالت اكتر من جهه واكتر من، اقول لحضرتك تعمل ايه. الحاجات يا سيدي دايما لازم نعرف ان الحق قديم. انت لو ما عندكش مكان تخزن فيه الحاجات دي هتتصدق بيها باسماء اصحابها، بس هي ما زالت امانه وما ينفعش تتصدق بيها غير بعد الوقت اللي عرفا اصحابها ما بيجوش ليه، وبدول اصحاب المهن بيبقوا عارفينها. تكون ده الوقت ده 3 سنين، الوقت ده سنه، الوقت ده سنتين، فعرفا ما بيش حد بيجي يسال على حاجه بعد كده. طيب وبعدين المسائل دي بقت محلوله، بقت محلوله ان انت تاخد الاجراءات اللي بيها تعرف اصحاب هذه الاجهزه وتقول لهم وتبلغهم ان بعد مده معينه من ترككم للاجهزه دي انا هتصرف فيها. فيبقى عندك قاعده بيانات اول حاجه، قبل اي حاجه، اول حاجه ان انت تحدث عندك وسائل الاتصال بالناس، فتحدث وسائل الاتصال بالناس ويبقى عندك المسألة دي قبل ما تتصرف في الحاجات دي. تحاول بقدر الامكان ان انت تتصل بكل الارقام، فاذا لم يحدث، اذا تصرفت وتصدقت بها عليهم فده جائز، ولكن تبقى ان الحاجات دي عندك امانة، فاذا عادوا انت بذلك ترد لهم هذه القيمة.